من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل، ثم نصب نفسه رئيسا للحكومة القبائلية المؤقتة في الخارج، خطوة أثارت حنق السلطات الجزائرية وخلفت جدلا كبيرا بين الناشطين الأمازيغ. أتحدث عن فرحات مهني، كاميرا في فلك الممنوع صورت معه المقابلة التالية بلغة منطقة القبائل، لنشاهد. الفقد اليوم ماشي تاكمش قمدانا، عطاش نسعى و 12 مليان قمدانا، و تموت توسع 40,000 كيلومتر كاري، تموت تقضي لي في مقرات تخلع دي وكلة تيليوم غير الجناس يدو كيليوم أمرو كان نورو من غارة كينيا بصو منو غا مبين تيليوم باش نغارة نبقى مكان مخلي إني عارف راندوم دوين على ديدين سلا ديمقراطية ماشي بالسيف على نحسن تقبيليتي وكنا تيليتي نقال تفرق سوريفا نغسى مزغا ولا ماذا بنيني مغرب أقول معمر بنيني مغرب مغين كف ماشي دوال العالم أما كان إلا المشرق بارد إلا المغرب بارد نكوني ونتكير على غين كف ماشي دا غسيل دا شو نساعة سينكيس نساعة يوني دونتيتي سينكيس سين يسي انتقادا نساعة نزرف يوكن نتل السمغار يوكن نحرف الناس نكوني ديم دوكال نساء نكوني ديم دوكال نير الفان نوما ذلك الملان نساء الخير اللي ندمنا كي ملان وين دي راح نس الخير بس نقدم نس الخير مدوين يبغانا ذا غير زنا غدا غي عكل نكوني أدني دي مليال مليال نساء دي فازوارا وتقولي لي ذا شوي اللان ذا قولة ونا مليال عربا نا إفريقيين نا يوروبيين نغي أمريكانيين نغي أستراليين كيف كيف أغور نغ كيف كيف يثنب كيف يقول ماذا في مولان يتسدو كولن تسدو كولن ماشي سلحمالا ماشي سيبا بار لي سنتيمون يسيري يتسدو كولن تسمولا سنفع سوين نس تسدو كولن دي نفع والحوايج نتاعنا انسان يوم ديالنا يوكل يوثم ديالنا يوكل الدوكيمنت نغد معاونين تيار دي شري دينير ويليون ويفرين دا شعر يظلون دا سكا ولاش مكسنن دا شدي دا شدي فدون دا شو نتسناغ سوين سينو من وكنا دياس نكين ومنا ذكن وقبل هذا المثال الوالي في زودا قبيس ويذ يدي قارن هات في سمورات عربين يومنا ينوان صغيرنا لكن نبغى نسير تقديم تقديس مجال نسن غلطان دي سمو غلي نسن سمو تقديس شلهات شلهات صغوري ثمانية سبع سنايا وتشم غرام ذا شو سجل لا تسوغناثين لا التلفزيون لا يوتيوب لا الفيسبوك سوغي مارن سمو غلي ويرنا ولا ديما سمغار تسن دي سمورس سواليرت أما دي سير واتساب مغا دي سكايب مغا نتمي عبارة كيكينيكات دين إلا يخصن تيم لي ليس الغاشي هذي الناس هاد الصغدينا هاد السمر هاد الحريم نتمورس ماشي الزخرة زخرة لا شو أقارويو نغوليو يتشور سلمان ذاكن ذا مريد يعني دبوب نشكر زميلين علي عمور ورفيق سحالي على مساعدتنا في ترجمة هذا المقطع من القبائلية إلى العربية. أريد أن أسأل حسين بن جدواد، الانفصال حلم أم كابوس بالنسبة لي؟ أولا أقول لك دعني أن أعلق لك على هذا التقرير. هذا رجل ضيع حياته
في الترهات والخزعبلات والأحمام من بائسة. الرجل غير موجود معنا في الاستوديو. تمنيت أنه لو كان حاضرا وجها لوجه تمنيت أن